بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو هذا رايحين نمدوا نصائح لطلبة الجامعات، يعني اللي رايحين يدخلوا الجامعات. إذن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ركزوا معايا ولاش تطول مدة الفيديو، المهم انتم عندكم الاستفادة. الجامعة أي كبيرة بزاف، تعتبر كمدينة مصغرة، يعني كبيرة بزاف على الثانوية تاعك. هكا الجامعات تتكون من مجموعة من الكليات، يعني تلقى جامعة وتتكون من مجموعة من الكليات. الكليات هادوك يتكونوا من مجموعة من الأقسام، مثلا كلية العلوم الدقيقة يقراو فيها اللي يقراو علوم التكنولوجيا واللي يقراو علوم المادة، وهكا الجامعة خلاف تاع هندسة الطرائق مثلا يقراو فيها اللي حابين يقراو هندسة الطرائق بعد، وكما اللي يقراو فيها اللي يقراو شيمي، وهكاك كل يعني كل كلية يقراو فيها عدة اختصاصات. فهذه هي الجامعة، تكون من كليات والكليات تكون من أقسام. درك انت إذا تهت وما عرفتش كيف تروح للكلية تاعك بسرعة، تقدر تلقى أعمدة في الجامعة، يحط لكم أعمدة شغل قاعد كي القوامي الصغيرة، مثلا يحط لك المطعم الجامعي من هنا، إذا حاب المكتبة راهي من هنا، ويحط لك بعد كلية مثلا كذا أي من هنا، كلية الحقوق راهي من هناك، هكاك يحطوا لك يعني أسهم. وإذا ما قدرتش توصلها يعني الكلية تاعك أينما تقرا، يعني كاين رجال الأمن هادوك، روح سقسيهم وهما راحين يدلوك. هذه حاجة. اثنين، درك نظام التعليم في الجامعات. نظام التعليم في الجامعات هو تعليم، طبعا نظام التعليم زعما العالي، ولكن داير فيه يعني ثلاث حوايج يعتمد عليهم. اول شيء الكور والتي دي والتي بي. الناس اللي قدرت تقول لكم الكور مش مهم ولا التي دي تاني مش مهم ولا التي بي لازم تحضروا، ولكن التي دي شويه والكور لا خلاص، لا خاوتي انتم جايين تقراو، تحط عقلك في راسك اك جاي تقرا، لا احضر لي كور تاعك كامل، احضر لي التيديات تاعك واحضر تيبيات. ام كاينين شيوخه على حساب ما قالوا لي بعض التلاميذ، طبعا عندي تجربه شخصيه، كاين هذه التجربه صراحه ما مريت فيها، على حساب ما سمعت قالوا لي تلاميذ باللي نهار دار لهم شيخ في الكور هكاك بعد التمرين هذاك فهمهم فيه يعني التمرين هذاك كان على 8 نقط، فهمهم فيه وكا يعني اساليب، المهم فهمهم فيه. ومن بعد واش دار؟ يعني كي عطاهم الكور ما كتبش هذاك الشرح تاعو في الكور، يعني لما عطاهم الدرس ما كتبش الشرح هذاك تاعو في الدرس. واش صرا؟ ومن بعد في الاخر في الامتحان طاح لهم نفس الشيء هذاك، فاللي ما حضرش الكور ما قدرش يجاوب ودار عليه 8 نقاط. فعلى هذه خاوتي لي كور مهمين، ما تبعوش الناس اللي تقول لك ما نحضرش الكور، نحضر تي دي ما نحضرش تي دي ما نحضرش 3 تي دي نحضر زوج من غير وحده هكا، فلا يعني انت جاي تقرا احضر لي كور تاعك، احضر تي ديات، احضر تي بيات. التي بي مهم جدا تحضره، مهم جدا. التي دي ما تقدرش تغيب فيه ثلاث غيابات بدون تبرير، فحطها في راسك. وكاين شيوخ غير تفوت تغيب له تي دي واحد خلاص، التلميذ هذا غاب تي دي واحد، ممكن كاين يعني قاعد نقول كاين البعض يبدا يحطك في القائمه تاع الناس اللي مش حابه تقرا هكا. وشاركوا تعلموا تشاركوا. اسكو كاين في الجامعه زياده النقاط؟ نعم كاين زياده النقاط، كاين شيوخ بزاف يزيدوا النقاط في التيديات. تيديك تقرا في قسم، يعني كي الناس بزاف كي تسمع بالجامعه تسمع غير المدرج الانفي، لا الانفي هذاك راك تقرا فيه غير كيما يكون عندك كور، علاه؟ لانه الناس تكون بزاف تيديات تقراهم في كلايس نورمال، قسم عادي تقرا فيه عادي جدا، طاولات صبوره وانت راك قاعد تقرا. شاركوا، وكي يعطيوكم الناس تيديات يعني حلوها، فوتوا حلوها كما قادر. هذه نصيحة مدوها لي صراحة التلاميذ باش مدها لكم، ونصيحة رائعة. الناس اللي استفادوا وجابوا علامات مليحة كما 18 وكذا كانوا يتابعوا كيفاه، مثلا واحد يروح يدير تيدي، واحد يروح يدير تيدي. مثلا انا في الجروب، لانه الجامعه مقسمينكم، مثلا راكم تقراو مثلا تقراو بيولوجي ومقسمينكم دي جروب، يعني الجروب مثلا الأ فيه الأ 1 أ 2 أ 3 أ 4، والجروب دي فيه دي 1 دي 2 دي 3 وهكا، والجروب سي كيف كيف، والجروب تاع بي هكاك. فمثلا إذا أنا نقرا في البي وكاين قبلي أ، وشفت في البروجرام باللي قبلي اللي أ يقراو مثلا علوم قبلي، واش ندير أنا؟ نروح نسقسيهم واش درتو في التيدي، يعطوني هما لا سيري هذيك السلسلة هذيك تاع لي تيدي، واش نروح ندير أنا؟ نروح نحلها في الدار، ونجيب الحل بعد من عند هذوك الناس اللي سبق وين حلوها، نحلها في الدار. فلما يجي لما نجي للتيدي أنا جاي محضر. شوفوا خاوتي الجامعة تاع قراية هذه باش تحط في بالك اك تطلع للجامعه وتبدا تتمسخر وهكا، اي ما كانش حبسه كيما هذه. شوفوا الجامعه وشيعة عنها انها صعبه، وهي فعلا صعبه ماشي اشاعه، ولكن صعبه على ما يقراش، ما تقراش صدقني صعيبه تقتل.
وكون تقرا وصعبه، يعني صعبه نوعا ما، يعني لازم تقرا مليح مليح مليح. هذه هي يعني طالع للجامعه باش تتمسخر، ما كانش حاجه كيما هذه. فحضروا لي تي دي تاعكم وهكا. لي تي بي ثاني التقارير وهذيك، سقسيو الشيوخ. شوفوا التقارير غالبا ما يكونوا عليهم 4 و5 نقاط، ما تضيعوهمش هكاك. ملاح يعاونوا، واش ندير انا؟ والتقارير شوفوا الشيوخ يعاونوكم فيهم. كي تلقى حاجه ما تفهمهاش روح انت والزميل تاعك اللي حطوك يعني معاه دير تقرير، استاذ انا يعني درت تقرير كيما هذا، طالع لي على التقرير هذا. شوفوا خاوتي الشيوخ تاع الجامعه يساعدوا، يعني مش كيما الشيوخ تاع الليسي ثاني يساعدوا، ولكن تاع الجامعه هكا يدعموا التلاميذ، يعني يتعاملوا معك على انك شغل واحد كبير خلاص واعي جدا هكا. شغل يتعاملوا مع الرجل على انه رجل، ومع المراه على انها مراه. فلما تروح انت وتقول لهم اني نسحق المساعده تاعك استاذها والشيء اللي ما عرفتوش، ينعت لك. فما تراطيوش، نصيحتي لكم ما تراطيوش. وشوفوا والدراسه انا نحب لو تقراو في مجموعات. بالنسبه للرجل، شوف رجل اخر زميلك سيرتو لكن حطوه معك في الطبي يعني، وقرا معاه، اقرا معاه. علاه؟ لانه هذا الشيء راح يسهلكم. وثاني ما تختارش واحد ما يعني هو اصلا ما عينوش يقرا، انت ما عينكش تقرا، تزيد تخير واحد ما عينوش يقرا، اكيد مش حتقراو اكيد جدا. فلا، انت عينك تقرا خير مع واحد قوي شويه يعاونك هكاك، وانت كيفو تخيرك واحد اضعف منك عاونه وهكا. اي فيها فايده، كيما تشرح للناس فيها فايده، وكيما يشرحوا لك الناس فيها فايده، وهذه هي كي تفهم الناس بالعكس ترسخ لك المعلومه اكثر وهك. فاقراو، وكاين المكتبه تاع الجامعه دوك نقول لكم بعد. اذا بالنسبه للدراسه، صعوبه النظام الدراسي الجامعي يكمن في الاساتذه بصراحه، يعني مش كل الاساتذه، كاين فئه كبيره من الاساتذه كبار في السن، كبار وهو اصلا تعبان جاي يشرح وهو تعبان، فتسمعوا قادر يهضر لك هكا. مثلا لو كان انا كنت هكا، شنو نهضر؟ تركيب البروتين، مقر تركيب البروتين على مستوى ريبوزومات شبكة الهولية الفعالة، واضح هك يعني بالطريقة هذه نوعا ما. ما نقصدش الاستهزاء بهم، وإنما نقصد نعطيك صورة علاش. فكاين صدقوني كاين كبار السن، أنا على حسب ما درسوني كبار السن، بصح تلقاه أكثر من الشاب يعني يشرح بنشاط وتفهم. كما كاين كبار السن اللي هكا ينشرحوا، درك واش نديروا مع هادو؟ هذا الكلام اللي كنت نقوله لك ما يخولكش انك تهضر عليهم كلام مش مليح وهكا، لا طبعا. يعني اي هضره كيما هذه يعني بريء منك، كيما تهضر هضره كيما هذه، انا ما قلتلكش هضر عليهم هكا، انا هضرت لك حاجه كيما هذه باش تحط في بالك باللي قادر تصادف هيك شيوخك. في حال ما اذا صادفت هيك شيوخه، اسكو تابوندوني وخلاص بطل؟ لا. واش دير؟ كاين اليوتيوب فيه شيوخه اخرى، كيما تقدر فليكور تقدر كيف في الاوقات الفارغ تاعك تقرا عند شيوخه وحيد خلاف، يقريو جروب خلاف. مثلا الجروب تاعي انا حطوا لي شيخ كيما هذا تاع فيزياء ولا تاع علوم ولا تاع كيمياء، شي في جروب خلاف كيما دي مثلا، انا الجروب تاعي بي وجروب خلاف دي، حطوا لهم شيخ يقال عنه يعني وشيع عنه انه مليح، خلاص نروح نتبع الشيخ هذاك المليح زعما على اساس انه شرحه مليح ونستفاد هكا. عند من ما تستفاد روح. وهذه هي. وسقسي، تعلم تسقسي في الجامعه، لا تحرجوا من تسقسي. وثاني شغل ما تبقاش تتبع هذوك، تصادف اشكال اللي تقول لك ناس تقرا وهيك، وتصادف اشكال اللي تحبط لك المعنويات تاعك. انا حنبطل وشنو هذه قرايه الجامعه بزاف صعيبه، وديجا انا واش ندير فيها، والواحد يروح يخدم خير يلم المال. صدقوني تلقاهم، ومع الاخر كون تلقى واحد منهم برك راح. يعني انا صراحه صادفت بزاف منهم يعني اثناء فتره الدراسه، ومن بعد الاخر ما يروحوش، يبقاو كما نقولوا قاعدين. وعلاه؟ مادام انت اصلا ماكش مقتنع بالفكره، جاي تقنعني بها انا علاه وهكا. فانت من واجبك اللي لقيتك ناس مثلا، بالنسبه للرجل اذا لقيت واحد جاك وقال لك هكا انصحه، بالنسبه للطفله ثاني اذا لقيتي وحده جات قالت لك هكا انصحيها ثاني. ما اقتنعش واش راح ندير لك؟ كل واحد في النهايه له رايه، انا عليا ننصحك، هذه هي. فلا ما تحطوش، صح الدراسه صعيبه ولكن توالفوا، الدراسه الصعيبه غير مع الاول. شوفوا اذا رتبنا ناحيه الصعوبه، الدراسه صعيبه مع الاول، مع الاول صعيبه، ولكن مع يعني على قد ما تبداو تتعودوا، على قد ما تسهل. وهذه هي، اللهم لا شيء سهل الا ما جعلته سهلا وخلاص. وحطوه شغل، وانتم عليكم برك الاخذ بالاسباب، وبصراحه اسعوا باش تنجحوا في جميع
لي موديول تاعكم، يعني جميع المواد. علاه؟ لانه كاين مواد قادر من بعد خلاص اك طالع للدوزيام اني وشو عندك مواد هازهم، لازم عليك تزيد تطلعهم باش خلاص تعتبر ناجح كليا. فهذا الشيء صراحه سيء، فاسعى باش خلاص انا عندي علوم، عندي مثلا بالنسبه للناس اللي تقرا بيولوجي عندي علوم، عندي شيمي، عندي كذا عندي كذا، نطلعهم كامل نقراهم كامل، ماشي نقرا العلوم شيمي ما تعجبنيش وهذيك ما تعجبنيش، دقيقه برك العلم هذا ما يعجبنيش، لا اقرا لي موديل تاعك كامل حاول تفهمهم. وهكاك كاين تاني كما قلت لكم شيوخه في اليوتيوب، وتعلموا تعلموا تدونوا الملاحظات والشروحات الاساسيه وانت قاعد تكتب. الكراس تاعكم ماهوش مراقب، الكاي تاعك ماهوش راح يتراقب من قبل الاستاذ ولا على هذيك، اكتب كون خايف معلومه ما تنساها، مثلا كما في الرياضيات مثلا يكوبيو المراحل يقصوهم المراحل هذوك، فانت لا اكتبهم، اكتب مثلا بالاختزال بتعويض واحد في اثنين، مش شرط حتى يكتب لك هو، وحدك وحدك انت اكتب باش المره الجايه كي تعاود ترجع باش تراجع تلقى روحك راك ما زلت شافي. الملاحظات دائما اكتبهم، خصص ورق تحط فيهم الملاحظات، يعني اسعى بكل معنى الكلمه نحو تعلم افضل. دركا الدراسه في الجامعه فيها ايجابيه وحده، وش هي؟ اوقات الفراغ. كاين اوقات فراغ في الجامعه، نعم كاين اوقات فراغ في الجامعه، يعني كاين نهار قادر تصادف كما الناس اللي تقرا بيولوجي نهار كامل ما تقراش من غير السبت والجمعه، نهار خلاف من الاسبوع كامل ما تقراش، هذه لاحظوها. وكما كاين عشيه تخرج فيها 3:30، كاين عشيه تخرج فيها 6:30، كاين تقرا ساعه تجي الجامعه تقرا مثلا كورو تيدي، هكا تقرا كورو تيدي وتروح هكا، او قادر تقرا اليوم كامل عندك غير ليكور وهكاك، يعني هكا كاين وقت فراغ في الجامعه. وكاين هذاك الفراغ بين الحصص، الفراغ بين الحصص تقدر تروح تتغدى فيه في الجامعه، وقد اشيع عن المطعم الجامعي انه سيء، يعني ويحطوا لك ماكله الحيوانات ما تاكلهاش. تعلموا الناس اللي تطلق في الاشاعات هذه صراحه عيب عليها بصراحه، يعني الحمد لله احنا تاني قرينا في الجامعه وما كانش حاجه كيما هذه صراحه، صدقوني ما كانش حاجه كيما هذه، حطوا لك ماكله الحيوانات ما تاكلهاش بركاو، احشموا ما تكبروش على نعمه ربي، على الاقل كاين يعني فواكه، ولا اذا ما كانش فواكه كاين ياغورت، واذا ما كانش وجبه الوجبه حقها بلاك 120 دورو يعني 100 فرنك و20، عطي له 200 فرنك تاكل وجبه عاديه، ما كانش وجبه سبيسيال ما كانش، يعني على سبيل المثال هكا. فكاين خبز، كاين يحطوا لك الخبز كيما كاين، ساعه يحطوا البيض، ساعه يحطوا الجبنه، ساعه يحطوا الياغورت وهكا. وبالاضافه للوجبه الاساسيه اللي هي قادرة تكون عدس كيما قادرة تكون حمص كيما قادرة تكون لوبيا حاجه كيما هكا، يعني انت اذا ماكش حاب تاكل الوجبه الاساسيه هذيك حمص وعدس ولوبيا ولا تثق في طبخ الطباخين هذوك، واش دير له؟ طلع عليه من الطاقه تقول له ما تحطليش، فطلع عليه عادي، طلع عليه قول له لا ما تحطليش، انا كي تشوفهم مثلا يعني على حساب الاكل، تشوف ناس مطلعه بالصينيه وشوف انت على حساب هذاك الاكل تقول له مثلا لا ما تحطليش، وروحوا تتغداو صدقوني، اي مش الغدايا او مش المساله تاع واحد حينو برك يتغدى، لا من حقك تتغدى روح تتغدى، ومش تاع واحد يبقى جيعان ومن بعد يحضر الكورج تاعو جيعان والشيخ يشرح وهو بطنه تزقزق من الجوع، فلا هو يقولوها تزقزق ولكن مخلاف، المهم لا عادة تزقزق هاي تزقزق حاجه كيما هكا، يعني روح تاكل لا على الاقل اذا حاب تاكل. وثاني حاب نوصيكم حاجه، وبالنسبه هذه الوصايا اكثر الناس فيها هي البنات، ما دام انت يعني نحكي مع البنات اللي يديروا هكا حاجه، ما دام انت تاكلي بشويه وتاكلي يعني اكل العصافير، علاه تهزي نصف يعني كما نقولوا حنا كاينه خبزه كامل نصف قطعه خبزه ومن بعد تاكلي منها غير طرف ومن بعد يعني في النهايه ترميها في سله الخبز؟ علاه؟ هاو خاوتي حاجه كيما هذه، ومن بعد هذيك السله تاع الخبز قادر يستعملوها كيما احتمال كبير 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 يحطوها في شكاير ويرميوها، علاه تبذير النعمه؟ انت انسان ماكش قادر تاكل هكا جاي شبعان اصلا، عينك تقيس شوي حقك واش دير؟ هو ما يقولكش هاك خبز او يحط لك وحدك شغل كما يسميوها في الغرب بوفي نورمالمون حاجه كيف هذه، وانت تعدي وتهز، فلما يقول لك هو انت تقول له مثلا هذيك الوجبه الاساسيه ما عينكش تاكلها قول له ما تحطليش، وفي النهايه مثلا وانت عينك تاكل
عادة ما يحطوا مثلا زوج بيضات ولا ثلاثة حاجة كيما هيك، تاعينك تاكل بيضة وحدة على حتى مع الاخر البيضة هذيك يعني ابصر وين تحطها مع الاخر. لا هز بيضة وحدة وخلي الاخرى، ولا اعطيها لكاش واحد خلا في سحقها حاجة يعني محتاج ياكلها عادي. والبنات ما فهمتش انا واش بيهم، يعني زعما على اساس في المطعم ياكلوا اكل عصافير؟ ما دام انت جايه تاكلي اكل عصافير هزي قدر الاكل تاع العصافير، ماشي وحده هزه صينيه تاع وليمه وبعد كما نقولوا تاكل شويه من تاكل شويه من تاكل شويه من تاكل شويه من وبعد الباقي يرمى. ما عندكش تاكل؟ قال ما ناكلش عادي. ومادام هزي قطعه خبز، اكيد تلقاي الخبز هكا احكميه بيديك واقسمي، اقسمي على قد ما راح تاكلي وهكاك. ودي باش تاكلي يعني على القدر هذا اللي باش ما باش ما يدعش الى خاوتي التبذير اللي قاعد يصرى في الخبز، سيرتو في الخبز راهو كبير بزاف. واني قاعد نوصيكم يعني انكم رايحين تزيدوا تقراو هكا، فلا التبذير خاوتي او مش مليح. عند اللي عنده نعمه حاول تحافظ على هذيك النعمه وربي ان شاء الله يدومها علينا، ولكن مادام كاين النعمه هز على قد قدري ما تاكل. كاين ناس ثاني هكا في دارهم قليل بزاف، قليل بزاف واني نعني واش نقول، يعني قال نحكي على الفئات هذه قليل بزاف وين ياكلوا الفواكه، يعني مش كل الناس حالتهم ميسوره. بصح كيما يجيو هذه بالنسبه بنات ذكوره يعني رايتوها في الاثنين، ولما يجيو ويحطوا لهم فواكه يحطوا لهم مثلا تفاحه نوعا ما كبيره ولا تشينه نوعا ما كبيره، واش يدير؟ ياكل نصفها ويطيش النص الاخر. واش به النص الاخر؟ هل هو مضروب بشكل يعني خلاص ما تقدرش تاكله او كذا؟ لا يكون عادي جدا ولكن يطيشو. اذا عدت انت ماكش حاب تاكله من النصف الاخر، على الاقل هز موس ولا حاول تقسمه ومد هذاك النص لواحد اخر ياكله، فهما يعضوا شويه عضات من التفاحه بعد يرميوا، يعني هكا زعما على اساس انه اللي ياكل بزاف مشتاق ماكله. وهذه طبعا كلام خطا، اللي ياكل بزاف ابدا مش مشتاق ماكله، سما اللي ما يحبش يبدر مش مشتاق ماكله. تبذير صراحه اكبر حاجه يعني سيئه، لانه كاينين ناس فعلا ما لقاوش واش ياكلوا وانت جاي ترمي حوايج كيما هكا. فلا تروح تتغدى تعاود ترجع وهكاك، هذه هي. والمكتبه قراو فيها عادي، قراو فيها عادي وهكا تعلم تسال، تعلم تسال. كاينين شيوخ بزاف تاع الجامعه سيرتو تاع لي تي بي يشتيو بزاف واحد كي يسال يحطوه واحد حاب يقراو هكا، فتعلم تسال. يعني هذه تاع تدخل كيما تحب وتخرج كيما تحب في تي بي او لا، هذه او قادر الشيخ يدير لك حاله على جلتها. التاخرات مثلا كاين شيخ كنت فوت تتاخر له سواء في الكور بركة مش في التيفي، كنت فوت تتاخر له في الدرس برك تاعو اللي تقراو في لونفي يدير لك حاله يبهدلك، وصراحه خذوها من عندي التبهديله في لونفي لها طعم اخر، طعم اخر. علاه؟ لانه لونفي كامل يشوف معاك وهو يبهدل فيك، يعني قادر لي كولار كامل يعديو على وجهك احمر اخضر اصفر هكا يعني. وهك وما تجي تنساها ما تنساهاش يعني، والله اعلم مش راح تنساها. فما تحيجش نفسك. واذا دخلت يعني هما يقبلوا الروتار اللي يكون ماكسيموم تاعو ربع ساعه 20 مينوت ماكسيموم، اما في التي دي شوي، في التي دي لا، كاين في التي دي اللي حازمين، ولكن في التي دي مهما يكون قاعد تقرا مع الجروب تاعك وهكاك ولا تتاخر. ثاني قضيه الكتيبه، اكتبوا. كاين شيوخ ما يمدوش الحلول وكذا، اكتبهم، حرك يديك خي عندك يديك الحمد لله، حرك يديك واكتب. يعني على سبيل المثال درك نروحوا للرفقه، لقاو بزاف رفقه في الجامعه خاوتي تولهوا. اهم شيء على كي نوصي فيكم الحوايج كيما هذه، لانه في الجامعه خلاص راح تبدا تكبر تفهم الدنيا تعرف بزاف حوايج يعني في الدنيا، عارف مع من تصاحب، عارف مع من تصاحب. يعني مش اي واحد واحد يتعاطى المخدرات ينصاحبه واحد يتعاطى المخدرات. وما تستعجلش، شوفوا الحوايج اللي قادرين يصراو في الجامعه انك تلقى نفسك وحيد. علاه وحيد؟ فرقوا عليك زملائك السابقين واصحابك السابقين فعادي. وكيف كيف بالنسبه للطفله، لا تستعجل في ايجاد صديقك المناسب، كما البنت لا تستعجلي في ايجاد صديقتك المناسبه. على هكا اي تجي تجيب ربي ان شاء الله، ولكن ما تستعجلوش. صح مع الاول تجيك الوحده وشويه صامطه تروح تقرا وحدك تولي وحدك، ولكن راح يجي، راح يجي نهار تتعرف فيه. علاه؟ لانه هكا باش تختار صديق مناسب. باسكو شوف اي واحد كي تجي انت تكون يعني ماكش تاع حوايج الانحراف وتصادق صديق تاع واحد انحراف، مش راح تتفاهموا مع بعضهم. يا هو يرجعك منحرف وانت تحاول يا انت ترجعه مش منحرف، حاجه مزوج. والصاحب الصاحب ساحب وهكا. فلا يعني ماذا بيكم عن جد، انا قاعد نهضر ماذا بيكم، لا صبروا
معليش يجي يهضر معاك واحد، لا عادي اهضر معاه ماكش مقاطع، يعني ما تقاطعش الناس، ولكن وما تكونش كتاب مفتوح كما وصفه بعض الناس، يعني وصف رائع، ما تكونش كتاب مفتوح. يجي واحد يقول لك واش العام الاول تاعك يعني تاع الباك اللي ديت فيه الباك ودخلت الجامعه، اها هذا العام الثاني تاعي، على بالك العام الاول تاعي ديجا شغل ديت عقبت الباك وما ديتش، والعام الثاني شغل عقبت وكيف كيف ديت معدل سيء، والعام هذا عقبت باش جبتو في المونسيون ودخلت لهذا التخصص اللي حابه وكذا. تبدا تحكي له قصه حياتك، سالك سؤال جاوبه بجواب، كيما قادر ما تجاوبش عادي. في الجامعه نحيو الحشمه، شوف الحشمه في الجامعه مليحة ولكن مش دائما. انا مانيش حاب نجاوبك على سؤالك ما نجاوبش، نقول لك ما نجاوبش عادي، نقول له لا هذا الجواب نحب، يعني نقول له هذا السؤال نحب الجواب ونحتفظ به نفسي عادي. ازعل تزعل، واش راح ندلك؟ حشموا في الحوايج اللي تسحق حشمه، والحوايج اللي ما تسحقش حشمه ما تحشموش فيها. كيما طالب كراس مثلا، انت ما كتبتش واحد قدامك كتب، تطلب منه كراس هات نكتب عليك، هذه ما تسحقش حشمه عادي. اخويا عطيني كاين نكتب عليك هكا، ما تخليوش دروسكم لازم تكتبوهم. وثاني بالنسبه استاذ عاود لي هذا ما تحقش حشمه. بالنسبه للبنات اللي نحاول حشمه خلاص من قاموسهم، راكم تخليتوا على احسن صفه، يعني ممدوحه لدى من احسن، ما نقولش احسن، هي من احسن صفات الممدوحه لدى الاناث اللي لازم تتحلى بها الاناث، اللي هي صفه الحياء، فما لازمش تتخلاو عليها هكا. اي واحد قال نهضر عليه في الفيديو هذا او لا يحق لك انت ولا انت اللي قاعدين تسمعوا فيا انكم تهضروا عليه، مثلا تبداو على باليش انا قادر من وراء الشاشات تبداو تشتموهم تسبوهم، فانا بريء من هيك التصرفات. انا ما قلتلكش اشتمهم، قال نهضر لك على الناس هادو، كاين ناس تبعد عليهم كما قال نهضر لك على ناس باش دير معاهم كذا وهكا، فمانيش قال نهضر لك هكا بغرض انك تسبهم ولا هكا، يعني انا بريء من هيك التصرفات، انا ما عليا غير قاعد ننصحك فقط. قادر تصادف ناس تقول لك انا ونحبس القرايه وهيك، يعني بالنسبه للذكور صاحب واحد كما نقولوا يعني يبين لك باللي هو تاع مخدرات وهو تاع دخان ومش تاع قرايه وتاع بنات كما نقولوا وكلش هكا، يعني ويعني تاع يعني منحرف بكل معنى الكلمه، يعني منحرف بدرجه الامتياز وهيك. فينالمون كون طلع عليه تاع الصح صدق ليا تلقاه كذاب بدرجة الامتياز تاع الصح، يكذب بشكل عجيب، وهادو الناس مستفزين. علاه؟ لانه يحب يبين لك باللي هو شخصيته قوية لما يهضر لك هضرات كيما هادي. هما غالبا يهضروا هكا هضرات باش يخوفوا الناس، باش يخوفك زعما جاليك انت يهضر لك هكا هضرات باش انت تخاف تولي تهابو زعما، فلا هادي بالنسبة للذكور نصيحة، فلا عمركم ما تهابوا من هيك اشكال، يعني الخوف من الله ديريكت، وعرفوا باللي نسبه كبيره من هاك اللي يهضروا كيما هاك نسبه كبيره 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 منهم كذاب جدا، ثاني كذاب جدا، يعني ما يكون قاعد يدير حتى حاجه. اصلا الرجله مش بهك كيجات، الرجله ماهيش بهك تصرفات ابدا. علاه كان نهضر معاكم هكا هضرات؟ لا خطر راح تبداو تشوفوا، فاما ان تقع واما ان توقظ نفسك يعني بفضل الله، فحاول تنقذ نفسك، ما تقعش فيه كفيخاخ، ما تقعش فيه كفيخاخ، وخذ من خبرات الغير ومن تجاربه الغير. ثاني اللي يقول لك مثلا تكيف ولا ما تكيفش، تقول انت لا ما تكيفش، يقول لك منك بصح ما تكيفش، كإنسان معتدل هو يرمي لك هيك كلمات باش انت تقول ليه صح، اش معناتها تاع ما تكيفش، تسمى انا مش راجل كيفهم، ومن بعد تولي تكيف ومن بعد يعني تضر نفسك، فهذا لا ابدا. الدخان لا يثبت الرجوله. بالنسبه للاناث، الاناث اللي هنا راح ممكن تقابلي المنحرفات من النساء. ثاني شكون هما المنحرفات من النساء؟ المنحرفات من النساء هم من تصاحب الرجال هكا، يعني تصاحب الرجال وتخرج في مواعيد مع الرجال وهكا، وكما نقولوا يعني تفعل اشياء ما لازمش تفعل وكما نقولوا غير شرعيه، هذه منحرفات. فهي تقول لك كيفاش ممكن تحكي هذا الشيء، فباش تزين لك في عينك انت ثاني باش تقولي ايه وانا واش خصني، على حتى انا ثاني ما نديرش حبيب، فلا فيعني خمموا شوي، على بالي كثرت شوي في الهضره في الفيديو هذا، ولازم تفيقوا شوي سيرتو البنات، كاين بزاف منهم ضعاف الشخصيه كونهم يكونوا قاريات بزاف في الدار، في الجامعه راح يصادفوا بزاف انفتاح، فلا يعني انا شخصيتي قويه واحد ما ياثر فيا، انا كما نقولوا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، انا
مانيش تاع تمسخير، مانيش طفله يلعبوا بيا الاولاد، وهكا لانه فئه كبيره من الذكور احسن كوصف احسن، فئه كبيره ما قلتش كامل، لانه كلمه الرجاله كامل كيف كيف والنساء كامل كيف كيف هذه كلمه تافهه ولا لا صحة لا أساس لها من الصحة. فكلمة كبيرة من كمية كبيرة من الذكور مدايرين تصنيفات الإناث لزوج أنواع، طفلة تاع تمسخير وطفلة تاع زواج من الآخر، يعني ما فيهاش بزاف هضرات، طفلة تاع تمسخير وطفلة تاع زواج. الطفلة تاع تمسخير هي اللي هكا يعني يدير معها أي حاجة غير شرعية، وفهموكم كفاية أي حاجة غير شرعية وهكا. والطفلة تاع الزواج لا، أي باينة واكتسب خبرة، ضالي يتعامل مع قدام من أنثى، ما كيش انتي وحدك، فح يكتسب خبرة، يكتسب خبرة في الكذب ويكتسب خبرة في أي حاجة. فلما يجي عندك هكا يحاول يعني يوصفك انتي جميلة انتي كذا وهكا، فلا تعطيهم وجه. يعني نعود للإناث، فلما تصادفي صديقات كيما هذه ما تتخذيهمش ديريكت صديقات، لكن الحق أن تنصحيها، تقولي لها لا ارجعي عن الشيء هذا، خافي الله وهكا، واش اللي قاعد يصرى، هل هاد بعتك باباك باش تقراي، كيف تقدري تطعني باباك في ظهره وتطعني اخواتك في ظهرهم وتطعني امك في ظهرها، بعتيك باش يقراو داروا فيك الثقه، انت الثقه تاع اهلك اللي تربوا معاك بعتيها في جال في جال واحد. درك كاين بزاف من البنات اللي يتزوجوا في الجامعه عادي، الزواج سنه، الزواج سنه، اللي يحبوا درك بين النساء يتزوجوا. كي يجيك واحد يقول لك مثلا انت جميله انت كذا انت كذا، ماشي يعني ما كاين الدار، تقدري تقولي له زوج كلمات وخلاص، انا عندي بابا عندي ما، ما كانش عندك باباك يعني المهم قولي له على ذكر، عندي خالي تقدر تروح تهضر معاه من الاخر، اذا كنت ناوي الحلال تقدر تروح تهضر مع خالي مع عمي اي واحد يكون رجل البيت، يعني في غياب الاب والاخ وهكا ديريكت، فما تخليوش الامر للتلاعب، وهيك يبان واحد كل واحد ويبان يبان النيه تاعو، انا قادر نتزوج راح نروح، مانيش قادر نتزوج ونيتي التلاعب اني نبقى نتمسخر، اني نبقى نتمسخر. في النهايه دائما نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهك هكا. اذا بعتك باباك انت ولا انت بعتوك والديك باش تقرا، اقرا، والناس هذيك اللي تقول قراي ويقرا وما على باليش شنو يضحكوا عليك، عادي عادي. تذكر الغايه الاساسيه من ذهبك، انت ذاهب اساسا باش تقرا، اذا اقرا. الدنيا هذه راهي تؤخذ غلابه، لابد من التعب، لابد من الاجتهاد والجد وكلش باش مع الاخر ان شاء الله ترتاح. اي هكا ما كانش كيفاش تقعد مرتاح إطلاقا وتهز العلم، لا، ولا تهتم رأي الناس فيك أبدا، قالوا قاري، قالوا غبي، قالوا ذكي، أنا لا أهتم إلا لأمر الناس، أو لا أهتم إلا لرأي الناس اللي فعلا هي تهتم لأمري وتحاول دايما تنصحني وهكا، وإذا غلطت تنبهني وهكا. أما قضية ضحك عليا واحد هضر عليا واحد، أنا عندي أهداف، أركز على الأهداف تاعي، أنا حاب نوصل لهذه الأهداف، وغمض عين فتح عين تلقى الأيام راهي تمر وتلقى السنوات راهي غير تمر، تلقى روحك خلاص بربي إن شاء الله خلصت دراستك، بعدها إن شاء الله بديت تدخل في الخدمة، وكذلك تلقى روحك بديت تلم أموال، ومن بعدها تزوجت درت الأولاد، كامل إن شاء الله يصراو، ومن بعدها كامل هذا كامل، يعني تبقى الأيام والسنوات راهي تمضي. وفي النهاية الحياة ما تتوقفش عند الأشخاص كما لا تتوقف عند أفعال الأشخاص. إذن خلاص، بقضية الانحراف هي قضية خطيرة جدا، تصرى في الجامعات بسبب الانفتاح، والطفل كيف كيف يقولوا للطفل انت ما عندكش يعني ما عندكش رفيقتك، سما انت ماكش كيما يعني كيف حتى ما عندكش رفيقتك، وحدة ما قبلت بك حتى الدرك، عادي انت ما تتنشع من هيك حاجة، ما تتنشع بلغتنا وبلهجتنا، يعني ما يعني لا تتحسس من حاجة كيما هذه، عادي جدا. معليش انت يعني الواحد شوف، ما تغضبش الخالق باش ترضي مخلوق، وهكا ان شاء الله راح يرضيك الخالق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهكا ما تلعبوش ببنات الناس، الدنيا دين تدان، انك تؤثم من هذوك الحوايج الغير شرعيه اللي يديرهم، عليه نوصي الحوايج هادو عمري ما هضرتهم كيف كيف، دائما نقولها لكم، لانه الفيديو هذا راح نعاملك على اساس خلاص هاي قدامك درك الحياه الجامعيه، غدوه تخدم خلاص تتزوج، يعني هكا ان شاء الله طبعا على هذه. فا
لازم فتوبوا خاوتي، توبوا الى الله وعادي، وان شاء الله ربي يقبل منا ومنكم. وكامل نخطئوا، كامل رانا نغلطوا، واحد ما كاش اللي يقول لك ما نغلطش، كامل رانا نغلطوا، ولكن فرق ما بين واحد يخطئ ويصر على الخطا هكا ويقول لك يهديني ربي، كفى هذه يعني، ان شاء الله يهديك ربي. ولكن تتاني جاهد نفسك باش ان شاء الله يهديك ربي، جاهد نفسك، امتنع عن الحاجه هذه. طفله خلاص ديسيدي، ما نزيدش نلبس انا لباس ضيق، خلاص مانيش راح نزيد نلبس لباس ضيق، نلبس لباس شرعي يليق بي كمسلمه، خلاص نلبس لباس شرعي وان شاء الله ربي يهديها ويثبتها على هذا. كيف بنت اخرى تقول خلاص انا راح نتوب على موضوع العطور، نتوب على موضوع العطور، خلاص ساي ما بقيتش نعاود نرجع نحط العطور وهكا وهكا خلاص. الان بالنسبه هذه ما اوصيتكم يعني به، وكما قلت لكم اللي يحوس الحلال يجي للبيت، من اراد الحلال يعني عليه البيت، انت ما كيش مقطوعه من شجره هكا. والاناث ما تكونوش غبيات، قادرين درك تصاحبوا قد ما بدكم يعني، تصاحبوا قد ما تحوسوا، ولكن يعني بغض النظر على الاثام هذوك اللي تكسبوها من الامور الغير شرعيه، ولكن قد يفضح امركن فيما بعد يعني نهار الزوجيه هكا، يعني تكوني مع زوجك في عشاء هكا يعني عشاء او غداء او يعني ايا كان برا، ويمر شخص الشخص هذاك ممكن ما على باليش انا مانيش راح ندير فيلم، ولكن كي يمر شخص ممكن يفضح امرك، فيفيق الزوج تاعك هذا كنت انت معاه وكتا، وانا وش يضمن لي بلي يعني يبدا يهضر كلام طالع نازل، وممكن يهضر لك كلام يمس عرضك وشرفك. فوانتي نورمالمون انا نظن انكم كامل في غنى عن هذا الشيء، هذا بغض النظر على الخيانه اللي راح تخونيها لابوك والامك لاخواتك او لاي واحد يكفلك من عائلتك، راكي قاعده تخوني فيه لما قاعده ديري حوايج هكاك، هو بعدك تقراي وانتي هكا ديري. واذا حبيتوا تتزوجون لابد من الاستخاره والمشاوره، ما خاب من استخار ولا ندب من استشار، يعني لابد من الاستخاره والمشاوره، وربي يوفق، الحلال دائما اروع واحسن من الحرام. الان اعاده الباك ودراسه الجامعيه، ركزوا معايا مليح الناس اللي حابه تعاود الباك وتدرس في الجامعه، او كاين بزاف وقت فيد فراغ في الجامعه تقدر تستغله في اعاده الباك. اذا ماكش حابهم يعرفوا باللي حاب تعاود الباك سهله، روح للمكتبه وقرا، ماكش حاب تقرا خلاص اعاده الباك في في الجامعه عادي اقرا في الدار، ولكن الوقت هذاك الفراغ تاع الجامعه تقدر تستغله في واش في واش في واش في دراسه في دراسه الجامعه، طبعا في دراستك تاع الجامعيه، يعني تولي تراجع ما كان لابد من تراجعه تاع الجامعه، تراجعه في البيت اكره تولي تراجعه في الجامعه، وتاع الباك تراجعه في البيت، والله الموافق. ما تبقاش تقول ام يظلمونا ام يظلموناش، اخلاص خلصت الموضوع هذا، خلص من الصفه اللي فاتت، ما تبقاش واني خايف من خيبه امل، مش خايف من خيبه امل، صاي كل واحد يدي الشيء اللي مكتبه له ربي يعني ديريكت، خلاص تاع عليك تعقب باش على الاخر ما تندمش كي تكبر، صاي على الاقل انت حاولت بكل ما اوتيت يعني حاولت بكل قدرك وخلاص هذه هي. وثاني فحاول تستغل الوقت تاعك، كما كاين دروس في اليوتيوب، هذه هي كما كاين دروس في اليوتيوب. في الجامعه بالنسبه بقات لي حاجه واحده نوصيهم، في الجامعه قضيه الشواذ اكبر موضوع يعني يزعجني صراحه، من اكثر الموضوعات اللي تزعجني قضيه الشواذ من النساء والرجال، واكثرهن واكثر ما شفت انا يعني الى الان رجال. تعل يعني الشاذ هذاك، انا نحير في الدوله يعني كيف حتى طلقته هكا يمشي عادي جدا هيك شاذ نورمال، وشكون حاب يتزوج كي تسقسيه واش حاب تتزوج الشاذ، يقولك انا حاب نتزوج رجل، بصح انت راجل وحاب تتزوج الرجل، هي تسمى انت قدوتك الاعلى قوم لوط، انت قدوتك الاعلى قوم لوط، قوم لوط هادو هما قدوتك الاعلى، يعني نبي الله لوط لما ارسلوا الله اليهم وحذرهم وهذا الشيء كاين في القران الكريم، انت هذاك كامل متجاهل وما فهمتش انا كيف، فانتبهوا من الشواذ وما تضروش معاهم، فابتعدوا عن الشواذ، وما تقوليش عندي صاحبي بصح شاذ نورمال هكا انا ويا صحاب بصح شاذ، لا يعني ما كانش حاجه كما هذه، عندك صاحبك شاذ انصحوا
انصحو ما تقوليش راوي دور معايا بارك هيك نروح وبارك نخرج مع بعضنا وهيك وشو واش هاد. لا انصحو هذا الشيء اللي راك فيه ما يصيرش. انت الله تعالى خلقنا بالفطره الرجال بالحلال يتزوجون من النساء، ما كانش كيفاش الرجال يتزوجون من الرجال ولا النساء يتزوجون من النساء، هذه منافيه اطلاقا للفطره وعلاقه محرمه ونجسه. كيف كيف بالنسبه للانثى ما تقولي ليش عندي صاحبتي وش واش هذا، ما كانش حاجه كما دي، كيف كيف تنصحيها؟ ان شفتوهم يعني رغم نصحهم باقيين هكاك، بعد باقيين هكاك ما مش حابين يتبدلوا، انتم ابتعدوا عنهم او ما عندكمش الحق تحكموا على اي بنت. شوف مهما كانت لابسه اي لباس كانت لابسته واي حاجه، مع لا تقذفوا في اعراض الناس، ما تقذفش في الاعراض، لانه القذف في اعراض الناس راو عقوبته كبيره، عقوبته كبيره، فما تقذفش. وهو كيف كيف يعدي طفل، هذا وشاذ هذا مش شاذ. هل انا في الفيديو سمعتني قلت لك هذاك الطفل راه شاذ؟ لا، قلت لك كاين الشواذ. هل كاين في الشواذ في الدنيا ولا ما كانش؟ قلت لك كاين اكيد شواذ في الدنيا، كاين اكيد. فالمظاهر لا ما تسمحلكش انك تحكي على حتى عرض. توبة صديقك تنوي تبطل حاجه حرام ولا تجوز وتغضب الله تعالى، خلاص ما بقيتش ما تزيدش ترجع لها باذن الله. كل هادو النصائح على نصحته لكم، لانهم تقريبا هادو النصائح يعتبروا اساسيات الحياه. وثاني هادوك الناس اللي يقولك ما نقراش ومن بعد نولي الشيخ ربي يعيشك زيد لي نقاط وهكا وهكا وهكا، واش عليه حتى تروح تحاول هكا وكذا. ثاني تجدون هذه برك نهضرها لكم، تجدون اساتذه يطلبون الرشوه مقابل انه يطلع لك المعدل تاعك في الموديل هذاك، فلا تقبل، لا تقبل، اوكي ما تقبلش خلاص. بالتوفيق في حياتكم، وباش تنجحوا ان شاء الله في حياتكم خليوا عندكم مفاتيح النجاح هذه، لمن بينها واحد الصبر، اثنين الرضا بالقضاء والقدر، ثلاثة الامل بانه الغد ان شاء الله راح يكون احسن، اربعة الاخذ بالاسباب باش ان شاء الله الغد يكون احسن، خمسة ثقة بالله، ستة توكل على الله، سبعة حسن الظن بالله. ودائما مهما فشلت في الدنيا هذه ومهما جاتك صعيبة وكذا، قول بربي ان شاء الله الغد راح يكون احسن، وهيك اك لازم تصبر على ما يصيبك وتحسن الظن بالله. ودائما حاول مهما تفشل تعتبر الفشل هذاك عبارة عن خطوات برك الى النجاح ان شاء الله، او تقول الفشل هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان وقت النجاح مازال برك ما وصلش، ولكن ان شاء الله حيجي الوقت وننجح انا تاني في حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله، بارطاجي الفيديو، السلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.